الخبرني بالهاتف وجهها لعندي طلب مني لها اليوم السعيد ان شاء الله. انا اعطيتكم اعطيت الله لوجه الله تعالى، ثم الشيخ عبد الجبار بن احمد درويش واعطاكم اياه لوجه الله تعالى، ما بينا فوق ولا تحته. واهلا وسهلا بكم. وأعلن أمامكم اليوم المصالحة بين أبناء العمومة من عشيرة الشبل، وأشكر كل من ساهم بهذا العمل من أبناء العشيرة ومن الأصدقاء ومن الأقارب، وأشكر حضوركم مرة أخرى. وعلى بركة الله نبدأ مرحلة جديدة، ونأمل أن تنتهي كل الخلافات البينية بين عشيرتنا وأبناء العشائر الأخرى. السلام عليكم. من فضل الله أولاً وثاني فضل الشيخ عبد الجبار تم الصلحين بين عمامنا وقرايبنا الشبل. وباسمي باسم قبيلة المشعبان ندعو كل القبائل والعشائر أن تطوي جروحها وتصالح وتصير تم الصلح. وهذا اليوم دحل كم ما يابا؟ والله كثير، ونقول الحمد لله فوق الأربع حمزة الغرب. نريد إحنا مثل ما يقولون نخلص مني هالمشاكل منه، قدم الحل كثير من المشاكل ضمن بين أبناء الرقة أو بأي مكان آخر، لأن الحلول المحلية الدائمة تقتضي أنه نكون دائما متابعة وجهود حثيثة لإنهاء أي مشكلة أو أي خلاف بين اثنين أو أكثر. نتمنى للجميع التوفيق، نتمنى دوام المحبة بين الناس. السلام عليكم.